قال عضو مجلس الخبراء إن خدمات الجمهورية الإسلامية فريدة، وإذا لم يره أحد فهي وضيعة. دعونا نفحص صحة هذا الإدعاء مع بعض الأمثلة على هذه الخدمات. بحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في إيران 40%، وبحسب منظمة العفو الدولية، إيران مسؤولة عن ثلث عمليات الإعدام في العالم. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل إيران المرتبة 148 من بين 153 دولة في مجال الفجوة بين الجنسين. وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، تحتل إيران المرتبة 146 من أصل 180 دولة في جدول الفساد السنوي. وفقاً لموقع نامبئو الإلكتروني، جودة الحياة غير مقبولة في معظم مدن إيران. هذه مجرد أمثلة قليلة على الإنجازات التي يجب أن يسعد بها الإيرانيون بحسب هذا العضو في مجلس الخبراء.